باش تعمل حجم لعب كبير ولا باش تخلق اكثر ما يمكن من فرص ماهوش كافي وحده. اذا كان ما تجسمش باش تنجم تروح باللي 3 بوان تاعك اليوم، رغم اللي كنا عازمين وعاقدين العزم باش ناكدوا على الانتصار نتاع الجوله اللي فاتت، وشفنا معناها دخلنا بروح كبيره انتصاريه كبيره، وهذا ترجمناه بعدد الفرص اللي كانت في الشوط الاولاني. لكن للاسف التجسيم اليوم كان غايب، وسبب نتصور الرئيسي اللي هو التسرع دخلنا في بعض الاوقات رغم اللي نهبهنا من العامل هذا. شوف طبيعي جدا اليوم ثاني مقابلة مع نلعبوها، فما ملاعبية عنا اليوم كأساسيين أول مباراة عندهم، الملاعبية اللي عزوا الرصيد البشري في الميركاتو الصيفي، دونك سافا بروندر دو تون باش تصير على الأقل الأوتوماتيزم لهنا، وباش تصير فما انسجام بين الملاعبية لهنا، وعلى الأقل نشوفوا حاجات باينة في الميدان نتاع تفاهم نتاع تجانس بين اللاعبين الكل. الحقيقة الدخول نتاعهم ما نجموش نقولوا عليه خايب، لكن نستناو منهم أكثر إن شاء الله. الحقيقة الميركاتو كان موجه، حاولنا باعتبار احنا عملنا تقييم للموسم الفارط الرصيد البشري اللي عندنا، حاولنا نعزو في المراكز اللي كنا نشكيو منها نقص، والحقيقه جبنا ملاعبيه اللي تنجم تعاوننا حسب ديما نظرتنا احنا لهنا، مع عليهم كان يثبتوا هذايا في المباريات، وخاصه تو السنه موسم جديد نتفهموا جمهورنا الكبير اللي ورانا لهنا ينتظر ديما منا الافضل، وخاصه قبل كنا نجم نقولوا اللي احنا كانت عندنا نقائص واللي احنا ممنوعين من الانتداب، اليوم علينا كان ناكدوا ونكونفيرمي، وخاصه وقت اللي عملنا التعزيزات نطلب شويه وقت بحول الله بحول الله ان شاء الله باش يصير انسجام بين المجموعه ونجموا ان شاء الله نشدوا طريق صحيح. يشوف ذوما في ملاعبين برشا قاعدين يقوموا باختبارات فنيه مع النادي، هذه حاجات معناها قاعدين نشوفوا فيها انكور، اللي يستحق باش ياخذ مكانه في الفريق ينجم يقعد معنا، واللي ما يستحقش ما عندوش بلاصه في النادي الافريقي ينجم يشوف معناها فريق اخر. والله يشوف هو طبيعي جدا، ماذا بيك تكون عندك احسن لاعبين في احسن المراكز، لكن اليوم كما قلت لك حتى توا معناها الانتدابات اللي قمنا بها وعدد نتاع الانتدابات بارابور للمراكز اللي ناقصينهم نعتبرهم مبدئيا كافيين، لكن وقت اللي تبدا مثلا فما عندك نقائص في دي بوست معينين ما عندكش دي دوبلور، وقت نحكيو على رابور نتاع كاليتي وتكون فما حاجه دو كاليتي بوركوا با باش نزيدو ان شاء الله ندعموا الرسم البشري. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.